الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج کے سبق میں ہم پانچویں کلمے کو بہتر انداز میں قواعد و مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے. اور سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے. تو شروع کرتے ہیں اپنے سبق کو. آپ مجھے سننے کے بعد ریپیٹ کیجئے گا. استغفر اللہ، استغفر الله، ربي ربي، من كل ذنب ذنب أذنبته أذنبته عمدا عمدا أو خطأ سرا أو خطأ سرا أو علانية أو علانية وأتوب إليه وأتوب إليه من الذنب الذي من الذنب الذي أعلم أعلم ومن الذنب الذي ومن الذنب الذي لا أعلم لا أعلم إنك أنت إنك أنت علام الغيوب علام الغيوب وستار العيوب وستار العيوب وغفار الذنوب وغفار الذنوب ولا حول
ولا حول ولا قوة ولا قوة إلا بالله إلا بالله العلي العظيم علي العظيم إلا بالله العلي العظيم إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب علام الغيوب ستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. کل انشاءاللہ عزوجل ہم 6 کلمہ پڑھنا سیکھیں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.